حقنا نتسائلوا على خلفيات هذه التهجمات على خطر كثرت. السيد هذا ويقول باللي الامير عبد القادر حركي ومصالي حاج خائن وهوارب مدين خبيث، والدليل على ذلك الكتب والارشيفات الفرنسيه، يعني ارشيفات المستعمر العدو. يعني يشكك ويخون كل من وقف في وجه الاستعمار، حينما يدل هذا الكلام فقط على وجود جهات تحب تزعزع استقرار الجزائر عبر تحريف التاريخ وضرب كل ما يوحدنا ويجمعنا. نظرا لخطورة هذا الكلام قررنا رفع قضية مع محامين ومثقفين ومواطنين جزائريين ضد نور الدين أيد حمودة لمساسه برموز الوطن. المساس برموز الوطن والمساس بتاريخ الجزائر هو مساس باستقرارنا وبوحدتنا. لازمنا نوحدوا صفوف ونقفوا في وجه كل واحد اللي يتجرأ ويمس برموزنا ويحرف تاريخنا. الأمير عبد القادر ماهوش ملك عائلة. الأمير عبد القادر الأب الروحي لكل الجزائريين. الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. الشعب الجزائري كله حامل لرسالة الأمير عبد القادر، فواجب علينا كلنا أن ندافع عن ذاكرة الأمير عبد القادر وعلى كل الرموز اللي وقفت في وجه الاستعمار الفرنسي.